مزيدا من التفاصيل نروح بسرعة ونطير إلى فندق إقامة الأهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي عشان نعرف منه كل الأخبار والكواليس. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إيه الأخبار عندك؟ والنهاردة أكيد رغم أن هي مواجهة على الورق تبدو سهلة، ولكن أكيد مفاجآت الكاس وردة والجهاز الفني واللاعبين أعتقد يعني الأمور دي في حسبانهم وعارفين أن الماتش أكيد ممكن يكون صعب. بالطبع محمد، كل الكلام اللي بتقوله انا بتفق معاك فيه تماما، وفي الظروف العاديه لازم تقلق من المباراه دي حتى مهما كانت الفروق، ولكن طبعا تبقى مباراه الكاس سواء في مصر او في جميع انحاء العالم تبقى فيها مفاجات ومفاجات كبيره جدا. ولكن لو موجود معايا هنا زي ما هنقل لك دلوقتي وانقل لكل مشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، بطمنك وبطمن كل المشاهدين، الاستعدادات يا محمد ما فرقتش عن اي مباراه سواء في الدوري او حتى في بطوله دوري ابطال افريقيا، منتهى الجديه، منتهى الحزم، منتهى الدقة في المواعيد، اهتمام سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين على احسن ما يكون. يمكن حتى ده لمسناه في الاستعداد من المباراة نفسها، يمكن مستر الكورة على طول بعد مباراة حرس الحدود تدريبين على طول محمد بدون اي راحة، يمكن امبارح تدريب الامس كمان كان تدريب قوي جدا وفي محاضرة فنية ودراسة لكل خطوط اللعب بتاعه منتخب السويس ومشاهدته كل مباراته الاخيرة في دور الدرجة الثانية زي ما ذكرت، فاهتمام اكثر من رائع. نفس فندق الاقامة، نفس السيستم يا محمد لفندق الاقامة، نفس الحزب، كل شيء مستعد للمباراه، الجهاز الفني واللاعبين، ويمكن كمان بقى اللي بيطفي حاله من السعاده على يعني الاستعداد للمباراه محمد وعلى المعسكر بشكل تام، وكمان من مران امس طبعا هو التجديد يعني ثلاثه من العناصر الاساسيه او القوام الرئيسي لفريق النادي الاهلي، يمكن حسين الشحات، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ده مطفي بشكل كبير جدا هدوء وطمانينه على الفريق محمد وعلى المعسكر. وزي ما قلت لك انت بتلعب بطموح جديد، وده اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للفريق للنادي للعيبه، وكمان مستر مارسيل كره المدير الفني قال لهم الحمد لله يمكن ربنا اكرمنا بالبطوله ال 11 وخلاص يعني في طريقنا وبنسعى لاستعاده لقب الدوري تاني والوصول للقب 43. المباراه دي ضربه البدايه للقب ال 39 والثاني على التوالي. محمد انت مش بتلعب مباراه عاديه النهارده، انت داخل المباراه وانت حامل اللقب، عاوز تحافظ على لقبك للموسم الثاني على التوالي، عاوز توصل للرقم 39 في البطوله، وده رقم صعب جدا اي حد يحصله يعني في سنوات يعني مش قبل 15 20 سنه لما حد يحصله، ان شاء الله كمان النادي الاهلي يبعد فيه. فانت عندك دوافع، عندك طموح، حتى وان كان زي ما بتقول على الورق الفروق الفنيه بعيده جدا، ولكن يبقى النادي الاهلي دايما زي ما بنقول بيلعب على اي بطوله يا محمد. انت كمان عندك طموح جديد، الجهاز الفني بدا يخلعه عند اللعيبه ان احنا عاوزين نحقق العلامه الكامله السنه دي. يمكن طبعا يعني المواسم السابقه انت يمكن بدات باثنين سوبر، سوبر فيهم بتاع الموسم الحالي او في بدايه الموسم الحالي، وسوبر كمان قديم، بطوله الدوري خلاص بقيت قريب منها، دوري ابطال افريقيا بتحسمه بشكل اكثر من رائع، الحمد لله يمكن الكاس القديم اخدته، الكاس الجديد كمان عايز تحقق العلامه الكامله زي ما قلت لك هذا الموسم، طموح جديد، لسه عندك بطولات كمان اكتر واكتر يا محمد، كاس سوبر يعني افريقي، وبعد كده كمان هيبقى فيه سوبر محلي، ومن بعده ان شاء الله الدوري السوبر الافريقي. فاعتقد الجهاز الفني مهيئ اللاعبين بشكل اكثر من رائع سواء فنيا او كمان الاهم في هذه المباريات يا محمد خاصه ذات الفروق الفنيه الكبيره هو التهيئ النفسي، وده اللي الجهاز الفني قام بيه على اعلى مستوى سواء في التدريبات او كمان في فندق الاقامه. يمكن اليوم النهارده محمد فندق الاقامه مزدحم جدا، يمكن الفطار كان في تمام 11 صباحا، بعدها على طول زي ما قلت لك نفس السيستم بتاع كل ماتش، فكره الاكتيفيشن او التدريب اللي بيتعمل في الفندق لمده ربع ساعه كانت الساعه 12 ونص، الغداء يمكن انتهى من دقائق قليله كان في تمام الرابعه والنصف، يعني لحظات قليله واللاعبين هيبداوا ينزلوا عشان ياخدوا المحاضره الفنيه واخر التعليمات بقى والخطوط العريضه واللي هيتم فيها وضع التشكيل الاساسي اللي هيبدا المباراه، ومن بعدها ان شاء الله هنتحرك لاستاد القاهره لانطلاق المباراه باذن الله في الثامنه مساء. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مش عاوزين نتكلم في القائمه يا محمد، ولكن اعتقد ان ممكن النهارده يعني هنشوف يعني مزيج من التشكيل الاساسي وممكن الدفع بعض العناصر، ولكن اعتقد ان التغيير هيبقى في اضيق الحدود. نتمنى ان شاء الله اي 11 لاعب الجهاز الفني هيقع اختيار عليهم يكونوا موفقين النهارده، ينفذوا تعليمات الجهاز الفني، وباذن الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي، ونصعد باذن الله لدور ال 16، خاصه يا محمد زي ما انت ذكرت من اللحظات يعني ان خلاص قرعه دور الثمانيه كمان اتعملت، ان شاء الله باذن الله يعني يبقى متبقي الضلع اللي فاضل كمان يكون النادي الاهلي موجود في الدور ال 16، ومن بعده باذن الله الثمانيه ثم الوصول للمباراه قبل النهائي ومن بعدها النهائي باذن الله. وزي ما قلنا انت بتلعب يا محمد وانت حامل اللقب، عايز تحافظ على لقبك للعام التاني على التوالي وتوصل لرقم صعب جدا تحقيقه في اي نادي تاني، وهي البطوله 39 باذن الله رب العالمين. طب توفيق انا بشكرك اولا على الكلام اللي انت قلته والصور اللي معانا، طبعا مش محتاجين نتكلم عن القائمه، يمكن الصور اللي قدامنا عرضت كل الفريق اللي موجود في قائمه النهارده ومعروف مين موجود في الماتش مين مستبعد من القائمه، يعني بصراحه اللقطات دي كلها لقطات حصريه، يعني اي مشاهد او اي اهلاوي محتاج يعرف الفريق ازاي بيستعد لماتش السويس اللي هيتلعب النهارده الساعه 8:30، اللقطات الحصريه اللي على الشاشه
بتكشف لكل الساده المشاهدين القايمه واللعيبه، وان شاء الله باذن الله الجاهزيه، حتى البروجرام النهارده البرنامج، ميعاد الغداء امتى، ميعاد المحاضره الساعه 6، التحرك هيكون الساعه 6:30 عشان تتواجد في استاد القاهره الساعه 7 قبل ميعاد المباراه بساعه ونص. فبصراحه بامانه يعني خدمه خمس نجوم بنشكرك عليها يا توفيق انت وكل الزملاء. لكن عايز اكد معاك على معلومه ثانيه، لان النهارده المواقع كلها بتتكلم ان محمد عبد المنعم خارج الفريق بسبب ان هو الجهاز الفني منحه راحه. لا، احنا عايزين ناكد يا جماعه ان عبد المنعم غايب بسبب الايقاف ثلاث ماتشات، لان في مباراه بيراميدز في نهائي الكاس خد كارت احمر، وبالتالي في قرار من اداره المسابقات بايقافه ثلاث مباريات، وبالتالي هيغيب عن مباراه اليوم امام السويس. في حاله تاهل باذن الله هيغيب عن مواجهه الداخليه في دور ال 16، في حاله تاهل ايضا باذن الله هيغيب عن مواجهه الفائز ما بين المصري وحرس الحدود في دور الثمانيه. بالطبع محمد بتفق معاك في المعلومه زي ما انت ذكرتها بالظبط، ان شاء الله يكون في بمشيئه ربنا وجود النادي الاهلي في الدور قبل النهائي، دي هتكون اولى مباريات محمد عبد المنعم بالطبع. وطبعا يمكن مش بس محمد عبد المنعم هو ابرز الغيابات، ولكن طبعا غياب محمود متولي للاصابه بالتواء في الكاحل، وكمان واحد من نجوم الفرقه عمرو السوليه طبعا لاصابته في العضله الخلفيه، دي ابرز الغيابات. ولكن باقي اللاعبين طبعا خيارات كلها مطروحه امام الجهاز الفني لاختيار 11 لاعب، واختيار كمان 9 بدلاء يكونوا معاه على دكه البدلاء يقدر يستخدمهم اثناء المباراه. وطبعا يا محمد يعني اللي نقدر ناكده ان طبعا طبقا لسير المباراه والنتيجه وتوقيت الاهداف كمان هيكون ده مؤثر يعني على التغييرات، سواء هتلعب بتغييرات تعزز بيها او تحقق بيها هدف من المباراه، او كمان يعني لو شفنا وربنا اراد واحرزنا اهداف بدري وكان في توفيق، اعتقد ان احنا ممكن نشوف اسماء من اللي كانت بعيده او كمان بعض اللاعبين اللي سنهم واعمارهم صغيره. اعتقد مباراه مهمه جدا، الهدف منها هو الفوز يا محمد والصعود للدور الثاني زي ما قلت، وزي ما كل جمهور النادي الاهلي عارف انت بتلعب لهدف واحد بس ايا كانت البطوله وايا كان المنافس، وهو الوصول لمنصه التتويج والحفاظ على الرقم واحد او عرش اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها. يا رب دايما التوفيق للنادي الاهلي يا محمد، ويا رب تكون ضربه بدايه جديده لبطوله جديده باذن الله يكون مقرها ومستقرها في النهايه هو دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والفيديوهات والصور اللي شفناها من مقر اقامه الفريق في احدى الفنادق القريبه من استاد القاهره الدولي.